نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة والعاملة في المطرية بمنطقة عين شمس في الكشف عن كتل حجرية من الجرانيت من عصر الملك خوفو بمعبد الشمس. كما تمكنت البعثة أيضا من العثور على أساسات فناء المعبد الذي يعود لعصر الدولة الحديثة، وأيضا عدد من التماثيل والمذابح، وذلك أثناء استكمال حفائرها في الجانب الغربي من المتحف المفتوح بمسلة الملك سينوسيرت الأول بالمطرية.